مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة النشاط العلمي. لازلنا في موضوع تغذية الإنسان. إن شاء الله في هذه الحصة سنتطرق لأغذية توفر الطاقة. لاحظوا معي جيدا هذه الصورة، هي صورة لطفلين يلعبان كرة السلة، وهنا لدينا أيضا طفلة تلعب بالحب وطفل يقوم بالجري. إذن كل هذه الأنشطة تتطلب ممارسة رياضة طاقة، لأن هذه الأنشطة التي يقوم بها الأطفال تتطلب طاقة، تتطلب مجهود. إذن السؤال هنا، ما هو مصدر هذه الطاقة؟ طبعا المصدر الوحيد للطاقة بالنسبة للإنسان هو الأغذية. ممتاز. إذن ما هي الأغذية التي تمنح الإنسان الطاقة، أو ما الأغذية التي الجسم بالطاقة؟ إذن هذا السؤال سؤال بسيط، سنكتبه في هنا في خانة أو في سطر التساؤل. ممتاز. إذن هذا هو السؤال التقصي. طبعا دائما تقومون بتسجيل السؤال في دفتر التقصي والبحث عن أجوبة محتملة والتي هي الافتراضات. إذن ما هي هذه الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة في نظركم؟ ما هي هذه الأغذية؟ نعم، هناك الزيوت. ممتاز. الزيوت توفر الطاقة، خاصة زيت الزيتون. هناك أيضا، نعم جيد، السكريات. ممتاز. السكريات توفر الطاقة. أيضا اللحم والدجاج، وهذه الأغذية غنية بالبروتينات. ممتاز. نعم، إذن هذه العناصر الغذائية هي التي تزودنا بالطاقة لكي نقوم بنشاطنا اليومي. إذن الآن سنقوم بإجابة على السؤال الأول. أصل بخط كل مجموعة أغذية بالمكونات التي توفرها بامتياز. لدينا الحبوب والعجائن والسكر كما تلاحظون هنا في الصورة الأولى. الصورة الثانية زيوت ودهون. الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت المائدة، وبالنسبة للدهون مثل الزبدة والجبن إلى آخره من الدهنيات. اللحوم وأسماك وبيض ألبان، هذه غنية بالبروتينات. تقريبا جميع الأغذية التي من مصدر حيواني تحتوي على بروتينات. ولدينا الفواكه والخضار الغنية بالفيتامينات. إذن سنقوم الآن بإجابة على هذا السؤال. أصل بخط كل مجموعة أغذية بالمكونات التي توفرها بامتياز. إذن بالنسبة للحبوب والعجائن، إذن أصل بخط هنا لأن الحبوب والعجائن والسكر تحتوي على سكر، والسكريات تحتوي أو توفر الطاقة. بالنسبة للزيوت أو الدهون والدهون، فإن الزيوت أو الدهنيات بصفة عامة، الدهنيات توفر الطاقة. نعم. بالنسبة للحوم والأسماك والبيض والألبان كذلك توفر الطاقة، وهي تحتوي على بروتينات. بالنسبة للفواكه والخضر فإنها توفر لنا الفيتامينات. إذن هنا لدينا الدهنيات، السكريات، البروتينات، ويمكن أيضا إضافة الفيتامينات. طبعا يمكنكم إضافة الفيتامينات هنا، سأقوم بإضافتها الآن. ممتاز. إذن هذه هي الأغذية التي توفر الطاقة بدرجة كبيرة. الدهنيات والسكريات هي التي توفر الطاقة. الدهنيات والسكريات، خاصة السكريات الموجودة في التمر وفي العسل، فإن الدهنيات والسكريات تعتبر من الأغذية الرئيسية التي توفر الطاقة لجسم الإنسان. يأتي بعدها البروتينات، بينما الفيتامينات
تساعد الجسم كثيرا في إنتاج الطاقة. إذن كل هذه العناصر هي عناصر مهمة، ولكن درجة الأهمية الدهنيات والسكريات، بعض البروتينات والفيتامينات كذلك دورها مهم جدا. نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذن السؤال الثاني هو: أكمل الجملة التالية، الأغذية التي تزود جسم الرياضي بالطاقة اللازمة للحركة والنشاط هي؟ طبعا هي العناصر التي قمنا بدراستها في النشاط الأول، وهي بالدرجة الأولى الدهنيات، وخاصة زيت الزيتون. نعم، ونعم السكريات، وبدرجة أقل البروتينات. إذن هذه هي الأغذية التي تزود جسم الرياضي بالطاقة اللازمة للحركة والنشاط. نمر الآن إلى السؤال الموالي، سؤال رقم 3: أحيط بدائرة الأغذية التي توفر الطاقة بامتياز، بمعنى التي لها الأولوية ولها طاقة التي تمنح طاقة أكبر. لدينا هنا تفاحة، عسل، ماء، تمر، مربى، زيت الزيتون. طبعا سنبدأ بالغذاء المفضل عندنا نحن المغاربة، هو زيت الزيتون، وهي غنية بالطاقة. ممتاز. أيضا المربى غني بالطاقة. ممتاز. ثم العسل، العسل كذلك غني بالطاقة. التمر والعسل، إذن هذه هي الأغذية التي توفر الطاقة بامتياز. لدينا العسل، طبعا العسل الحر وليس الماء والسكر. التمر، يعتبر التمر من بين الأغذية التي توفر الطاقة بامتياز. المربى كذلك، وزيت الزيتون. إذن هذه هي الأغذية التي توفر الطاقة بامتياز. أن نقوم ببناء خلاصة لهذا الدرس، بحيث نقوم بكتابة أو بملء هذا الفراغ بالكلمات المناسبة. طبعا هذه الكلمات هي التي قمنا بدراستها في الأنشطة السابقة. إذن يحتاج جسم الإنسان إلى أغذية تزوده بماذا؟ ممتاز، بالطاقة، الطاقة اللازمة للحركة والنشاط. المكونات الغذائية القادرة على إمداد الجسم بالطاقة هي التي توجد هنا: الدهنيات، السكريات، والبروتينات. جيد. إذن هنا الدهنيات، السكريات، والبروتينات بدرجة أقل. إذن نفس الشيء الآن سنقوم بإنجاز النشاط الأخير وهو التطمين. أختار أسماء أغذية توفر الطاقة من بين الأغذية المقترحة وأكتب أسماءها. إذن من بين هذه الأغذية سنختار الأغذية التي توفر الطاقة. طبعا السم بين دهنيات يوفر الطاقة، والفطائر كذلك. الموز يأكله كثيرا الرياضيون وهو غني بالطاقة، يمد الجسم بالطاقة. ثم زيت الزيتون، إذن هذه هي الأغذية التي تمد الجسم بالطاقة. طبعا هناك مجموعة أخرى من الأغذية التي تزود الجسم بالطاقة، تكتبونها في دفتر التخصي. إذن إلى هنا ينتهي هذا الدرس. أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.